فنان بن خلوق، مغربية مقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. المسار ديالي بدا في مدينة الدار البيضاء كخريجة معهد التجارة، معهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، ومن بعده توجهت إلى نيويورك لمتابعة دراستي العليا، فحصلت على ماجستير في إدارة الأعمال من مدينة نيويورك، وهناك انطلقت مسيرتي المهنية أو مساري المهني انطلق هناك. اشتغلت في مجال الأعمال، إدارة الأعمال والمال والتأمين، ثم انتقلت إلى مجال إدارة شركات الامتياز وما يسمى بالفرانشيز انترناسيونال، وشاءت الأقدار أن أكون في زيارة إلى مدينة دبي، يعني حصلت على فرصة للالتحاق بمجموعة شركات محلية، مجموعة شركات إماراتية عندها يعني محفظة من شركات الامتياز، وحصلت على وظيفة مديرة إقليمية لشركتين امتياز حول الخليج، فكان عندي مسؤولية لإدارة هذه الشركات عبر في أسواق الخليج. وبعدها يعني كان لي الشرف أن ألتحق بمؤسسة الشيخ محمد بن راشد المكتوم، اللي هو حاكم دبي ونائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء. كان أطلق مؤسسة في 2007 لتطوير المعرفة والعلم وإدارة ريادة الأعمال في العالم العربي، وكنت مديرة برامج الابتكار وريادة الأعمال في العالم العربي. طبعاً كاينين محطات اللي كنسميهم أنا تحديات للواحد بالإصرار والمثابرة وبالقيم المغربية الأصيلة اللي احنا كنعرفوه عند المرأة المغربية. المرأة المغربية مثابرة والمرأة المغربية مكافحة، والمرأة المغربية أصلاً عندها القابلية للتأقلم مع أي بيئة. فهاد القيم وهاد المهارات اللي عندنا كنساء مغربيتي اللي كتساعدنا بأننا فين ما كنا كنقدروا نتأقلموا، وكنقدروا إلا كان عندنا الاختيار أننا نوصلوا لواحد النتيجة إيجابية، وأننا يعني نحاولوا نعملوا واحد النجاح اللي ماشي هو سهل، ولكن النجاح اللي كيتطلب العمل، العمل الجاد والعمل الشريف. فطبعا ربي دائما كيوفق الواحد اللي عنده الإصرار وعنده قوة الإصرار وعنده النية أنه يحقق نجاحات وأنه يشرف بلاده، لأن احنا سفراء البلدنا فيما مشينا. موسيقى